التربوية. اليوم حنحكي على التربية الإيجابية للأبناء وكيفية التعامل مع الأبناء، بالإضافة إلى طرق للتعليم المبكر للأطفال من الولادة إلى 6 سنوات. وتحضر معنا السيدة أسماء إبراهيمي، مختصة في مناهج التعليم. صباح الخير سيدتي الكريمة، شكرا على حضورك معنا. عليكم السلام، شكرا لكم على الاستضافة هدية. إن شاء الله اليوم نقدر نفيدكم بأبسط الطرق وأنجحها بإذن الله. أكيد إن شاء الله السادة المشاهدين يستفدوا معنا، خصوصا الأمهات وربات البيوت. يلا 023-71-98-64 لطرح أسئلتكم واستفساراتكم على الأستاذة أسماء إبراهيمي، وأيضا من خلال تعليقاتكم على صفحة شروق نيوز على الفيسبوك في البث المباشر. إذا في البداية الأستاذة أسماء إبراهيمي، تحدثوا على التربية الإيجابية، ربما مصطلح غريب نوعا ما عن الأسرة الجزائرية، عن المجتمع الجزائري. عرفوا احنا اليوم مع ضغوطات الحياة اللي تعانيها المرأة، خصوصا سواء كانت عاملة أو ماكثة في البيت، دائما رد الفعل السلبي الأول يكون تجاه الأبناء، وبالتالي السلبية تنتقل للأبناء وترافقهم إلى الكبر، ولما يوصل الطفل إلى سن المراهقة أو البنت هناك يصبح مشكل عويص في العائلة. تمام، لما نتكلم على التربية الحديثة نذكر أنا مصطلح دائما نستعمله هو المسار العلم التربوي، أنه حاليا مدام الحداثة دخلت للعالم يعني عندنا حداثة حتى في التربية، بما أنه كل شيء يتغير حتى التربية تتغير. هنا لما نتحدث على التربية الحديثة راح نتحدث على التربية الإيجابية ونتحدث على التعليم المبكر، اللي هما شقين التربية الحالية الآن. لما نتحدث على التربية الإيجابية يعني الأمهات راح يقولوا شو الفرق بين التربية الإيجابية. التربية الإيجابية هي التربية السليمة للأطفال اللي تناسب لنا النمو تاعهم منذ الولادة حتى يلحقوا 15 سنة. الطفل تاعنا ما يحبش في 6 سنين، ما يحبش في 7 سنين، يحبس 15 سنة قبل ما يدخلنا في مرحلة المراهقة. وبالتالي لما نقول تربية إيجابية يعني عندنا طرق راح تساعدنا وتخفف علينا نتائج المراهقة إذا النبتة تاعنا نبتناها صح وغرسناها صح وعطينا لها كلش صحيح. راح يكون عندنا شخص واثق، شخص ناجح، شخص متوازن نفسيا ما بين يلحق مرحلة المراهقة. ربما اليوم اتصالاتي أبكر على غير العادة. الأخت ريما من وهران، صباح الخير. صباح الخير خويا، كيف صباح لاباس؟ الحمد لله. الاخت ريما من فضلك نقص الجهاز التلفزيون والسمعين عن طريق الهاتف. واه واه صح واه صح، يلا غايه. واحلى في احلى حاجه في ناس الغرب يعني اللهجه تاعكم ما شاء الله عليكم. تفضلي الاخت ريما. الله يحفظك، الله يسلمك. نعم تفضلي الاخت ريما. بغيت نفقتي الأخصائية، أنا عندي بنتي عندها 5 شهور داخلة في السادس. هي وباغي نعرف خاطش هذه هي الأولى تاعي، وباغي نعرف كي ربي خاطش أنا نتقلق بزاف ديفوها كتبكي لي ولا نزقي عليها، هي تولي تبكي. يعني تعاملي معها بعنف تولي تعيطي عليها. يا رحمة لك بعنف، خاطش أنا ديجا عندي الأب تاعي آمني بعنف، صافي أنا ما نقدرش ندير هكذا نهضر مع نفسي نقول لا ما نهضرش معاها هكا، المهم نهضر معاها غير بالعنف، بصح ما نقدرش ونتعامل معها بعنف. وبورتو راهي صغيرة كان عندها 4 شهور تعرف هكا بغيت نضربها هكا، الله غالب لا لا يا أخت ريما، يعني يا ملاك صغير ربي وهبها لك تروحي تضربيها 4 شهور. نسألك أخت ريما، هل لو كان شخص كبير قدامك قادر انه يرجع الضرب على روحه راح تضربيه ولا لا؟ لا نعم يا ريما نسالوا هذا السؤال، ما تقدريش. بالتالي احنا لازم تكون في التربيه تاعنا تكون عندنا الرحمه والحب والامتنان لهذه النعمه اللي عطاها لنا الله عز وجل. وقبل ما نديروا اي فعل راح نسقسي روحي انا هذا الفعل اللي راح نديره راح يفيدني انا، راح يفيد الطفل، ولا راح يحل لي المشكله؟ إذا كان الجواب تاعي لا ولا ولا يعني اجتماع 3 لاءات، اسكو هذه الحاجة راح تعطي لي نتيجة؟ وبالتالي التم خلي عندك يعني نعطيك طريقة، بداية حكمي أوراق في البيت وديري أوراق تشجيعية تاع مرتاحة تاع أنا نحب ولادي، ولو كان يعني البخون دي نوت تكتبهم أنا عمه، وتحاول أنها تتنفس قبل إذا دارت الطفلة هذيك الحاجة، أخرجي من الغرفة تاعها، عاودي راجعي روحك، أنا كي راح نتعامل معاها وشنو هو النتيجة لأني نحوس عليها قبل ما نتعامل معاها هكذاك. من بعد أنت راح تلقاي روحك تتعاملي بطريقة سليمة تاعها، وتفكري إذا هي كبير كيفاش راح نتعامل معاها. صح
ان شاء الله ان شاء الله، الله يحفظك اختي ربي يسجيك. بصح انا هكا والديك شغل من عنفوني وليت انا ثاني اي حاجه نعنف فيها. طبيعي طبيعي جدا، طبيعي جدا، احنا هضروا على هذه الحاجه ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظك صحيت اخي كريم. شكرا جزيلا اخت ريما، وديما في القمه ان شاء الله. ان شاء الله اخت ريما دائما يعني ثمني النعمه اللي عطاها لك ربي سبحانه وتعالى هذه البنت، وتفكري ربما فيها كثير ناس محرومين يعني ربما يسنوا في هذيك اللحظه يقول لك معليش تبكي، معليش تزقي كما تقولوا انتم، معليش تقبح، المهم انه يعني تكون البركه في البيت، فقدري خذي هذا الموضوع من هذا الجانب يعني من هذه النعمه. ان شاء الله الله يحفظك خويا ربي يحفظك. شكرا جزيلا للاخت ريما. أستاذة أسماء إبراهيم، يعني حكينا قلنا أنه اليوم السلبية تاع المرأة سواء يعني كانت مكتسبة ولا يعني كانت نظرا للظروف نظرا للمحيط اللي عايشة فيه تروح مباشرة على الإبن. شفنا يعني مثال تاع الأخت ريما، حتى يعني اليوم الأطفال الرضع اللي نوفوني نلقاو تعنيف، رانا نلقاو تعنيف من الطفل من اللي يزيد حتى انه يكبر، مدى هذاك اللي راهو يكبر حيولي لنا جزء يعني ناتج اخر راح يزيد يعنف وجيل بعد جيل. على هذا انا اليوم انا حابه نطلب من الامهات ومن الاباء ومن جميع طفلي من جميع الشخص بالغ راهو يتعامل مع الاطفال انه يشد التقاليد تاعنا، يشد الاصاله تاعنا، بصح يدير لها تحديث، لانه حاليا لو نتكلموا مع الامهات ولا مع الاباء، لانه عندنا نادي صناع الاجيال انه نرافقوا فيه الامهات والاباء حتى وين يتمكنوا ويقدروا يغيروا هاد السلوكيات. حنا ندعوهم انهم يتعاملوا بطريقه حديثه. واش معناتها طريقه حديثه؟ انا التليفون الذكي هذا اللي نستعمله اللي سمارت فون، اسكو انا كي نحكمه نطيحه؟ لا لا، نحافظ عليه لانه الزجاج تاعو يقدر يتكسر. فحبيت نقول انه الطفل تاعي راه ارق من الزجاج، راهي نعمة أكبر من شيء من أي حاجة واحدة أخرى. إذا بكى، إذا تحرك، إذا درنا أي فعل معناتها عندنا الدماغ تاعو راهو ينشأ. لازم نعرفوا معلومة جدا مهمة علاش نقولوا العلم التربوي، أنه الطفل تاعنا يزيد بوحدة لثلاثة من خلايا الدماغ تاعو العصبية اللي راح يعيش بها كامل العمر ديالو. اثنين على ثلاثة هادية تاع الإنسان تنشأ في العمر الذهبي له اللي هو يكون من صفر إلى ست سنوات، وبالتالي أي فعل راح يديره البيبي تاعي ولا أي حركة راح يقوم بها معناتها عنده جزء من الدماغ تاعو راهو ينشا. انا واش لازم نعرف؟ التربيه الحديثه هذه لازم نعرف الجانب النفسي تاعو اللي هي التربيه الايجابيه، ونعرف التعليم المبكر واش راهو يقابل فيه، نعرف المرحله تاع وليدي من راهي لاحقه. مثلا البيبي تاعي يكون يحبي ياك، وهي اهم مرحله في حياه الطفل انه راهو يحبي، ما نحطلوش قدامه الحاجات ماذا نروح ندربو ونقولو علاش مسيت لي هذه الحاجه اللي راهي في الارض. لازم نعرف باللي كي نضرب الطفل تاعي نقتل لي سيلول تاعو، راني نقتلوا الحاجات راهي تنشا له. الا ضربته على يده هي اداه الاكتشاف، اليد هي اول اداه اكتشاف عند الطفل. الا ضربته راني نمنعه على التعليم، بالتالي كي يلحق لي ست سنوات ما نقولش اش ما حبش يقرا لي، راني ضربته على اول اداه تعليميه، راني دمرت له هذاك الدماغ. صديق انا واش ندير؟ انا على بالي كأم كأباء على بالهم كامل بلي انا حابين ولادنا يكونوا ملاح، انا حابين ولادنا يكونوا ناجحين. باش يكون ولدي ناجح لازم انا نعطيلو. اذا انا مديت له مثلا لا فلوغ بلونش، لو كان تسقيها بما احمر ولا خضر ولا زرق، تمد لك لا كولور غوج ولا بلو ولا باغ على حساب يعني الكولورون. فاذا انا وليدي اعطيت له الضرب واش راح يمد لي؟ اذا اعطيت له صراخ واش راح يمد لي؟ التمرد يعني لما بارك نقطة. الله فيك. سامحيني فقط استاذه اسماء، انت ذكرتي نقطه مهمه، قلتي يعني الطفل ما تحطلوش اذا يعني كان يحب مش تحط له امامه الالعاب ولا الامور تقول له لا ما تمشيهمش. اليوم فيها ربما امهات او عائلات يمشوا بهذا المنطق يقول لك لا انا نحطها وما لازمش توشيها، وكانه يحط عقله بعقل الطفل الصغير يعني ولا حاب يعني يحط فيه امور يعني غير عاديه يعني. هو يمارس عليه ديكتاتوريه شخصيه، هو يمارس عليه السلطة. على بها دايما نسألو أنا هذا الكائن اللي راهو عندي في الدار اللي الله عز وجل وهبهولي، اللي حاليا لو كان نعرفه كيفاش راهو ينشأ الدماغ تاعو كأنه أكبر نعمة وهبها الله عز وجل هو الدماغ البشري. بالتالي أنا إذا عرفت كيفاش راهو يدير، كيفاش راح نتعامل معاه؟ إذا أنا ضربته المرة الأولى وزقيت عليه المرة الثانية ومنعته المرة الثالثة وماذا خلاص خضع لي للأمر، هنا ماشي معناتها أنا نجحت في التربية، لا أنا نجحت في قمع هذا الطفل. أنا نجحت في قمع التطور تاع المواهب تاعو. هنا نعطي لك نقطة جدا مهمة، دائما يقولوا لك علاش أطفال الغرب هادئين وأطفال العرب تاعنا عندهم فرط في الحركة، مش الحركة العادية، لأنه كاين حركة عادية الآن أمهات ولو يسموها فرط في الحركة، وعندنا حركة يعني اللي تغبينا. هنايا واش نقولوا؟ نقولوا باللي في الغرب عنده البيئة
اذا هضرنا على التربيه الايجابيه الام تاعو تحبط ليه، يعني لو كان روماركيو انه البيبي زعما كان يعيط ولا يبكي ولا حكمته اون كريز ديالها تحبط ليه لا مامون بالعقل، وليدي انعم واش حبيت ما نقدرش نسمعك انت هي تبكي دوسمون، نمحي كامل لونتوراج اللي راهو قدامي، لونتوراج اللي راهو قدامي ماشي عيب انه انا برا نحبط ليه، انه انا في الدار نحي له هذاك الشيء، هو راهو محطوط فاز انا عبيب لي هذاك الفاز غالي، بصح البيبي تاعي ما يعرفش ما عندوش مكتسب انه هذاك غالي ولا انه يتجرحوا، وقتاش يتعلم بلي يتجرح ولا دونجي حتى في المرحله من مراحل تطور الدماغ تاعو يولي يدير رد فعل مهدد للحياه، لتما يولي يعرف بلي هذاك الشيء يدير له فعل مهدد يدير رد فعل، بصح من قبل ما نقدرش نجبروا على شيء كيما هذا الا اذا قمعته. كلمة كبيرة ربما راح نولوا إلى كلمة القمع اللي حتكون عندها أثار سلبية كبيرة خلال مرحلة المراهقة وفي تكوين شخصية الطفل، لكن بعد ما نستقبل اتصال آخر الأخت فاطمة من وهران، اليوم نصف وهرناكم ما شاء الله بقوة حاضرين، صباح الخير فاطمة. صباح الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي الأستاذة أسماء إبراهيمي في الاستماع بسؤالك. أنا عندي ولدي يقرأ في السلام عليكم اولا. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. فاطمه من فضلك يا الاخت فاطمه اخرجي من الغرفه اللي فيها الهاتف ولا نقصي جهاز التلفزيون واستمعينا عن طريق الهاتف. قلت لك انا عندي ولدي يقرا في المتوسطه. اها. ويبغي الهاتف وانا ما بغيش نعطيه الهاتف. دي فوا ينايفني على جال اللي ما نعطيش الهاتف يلعب به، يخلي قرايته ويبغي يروح الهاتف. هذا كي تكون معامله. شحال في عمر الابن تاعك الاخت فاطمه؟ شحال في عمر وليدك؟ 12 سنه. 12 سنه. في اسئله اخرى. هل انت ثاني تستعملي الهاتف قدامه باسهاب؟ يعني بكثره؟ ماشي دائما. ماشي دائما، اسكو عنده في الدار كل حاجة متاحة لي تابلات والهواتف ولا لا؟ لا. تمام، راح نتحدثوا عليها إن شاء الله. إن شاء الله، ربي معكم. شكرا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا الأخت فاطمة على اتصالك الآن، ستستمعي للإجابة. نجاوبوها من بعد نروحوا نكملوا في بناء الموضوع تاعنا. هي تحكي ربما هذا التمرد، يعني الطفل في عمره 12 سنه وينايف الام تاعو على جال الهاتف، فيه مشكل هنا. قبل ما نحكوا انه ينايف لازم نهضروا على الاداه قبل، انه اداه تاع الهاتف هي اداه مدمره لدماغ الاطفال تاعنا، لازم نعرفوا بلي مازال ما لحقش 15 سنه، مازال عندنا فرصه انه نعطوا له معلومات اكثر، انه نسووا له ونصلحوا له الشخصيه تاعو اكثر، وبالتالي هنا واش نقول لها؟ اولا لازم تضع قانون، لازم ام كل ام تجمع الاسره تاعها حتى للاب، ما كاش تربيه سليمه من دون اب، التربيه هي نوع من اجتماع الام والاب، توافق تربوي انهم يتفاهموا قبل كيفاش راح يديروا لهم دستور البيت. من اهم دستور البيت انها تعمل ورقه تكتب فيها اهم دساتير، مثلا وقت الاكل، وقت الصلاه تاعو، وقت الدراسه ديالو، تحكم وتخدم كما احنا نقولوا بالمصطلح البسيط جدول التوقيت المنزلي. هذا جدول التوقيت المنزلي يكون فيه نصف ساعه. هذا النصف ساعة تاع الإلكترونيات بما أنه في عمره 12 سنة، تحت ربع سنين ممنوع الإلكترونيات. فوق ربع سنين معليش معلوم نبداو نعطوا له نصف ونصف ساعة، من بعد نرجعوا له نصف ساعة مع الوقت حتى يتعود. واش نديروا له؟ نقولوا له عندك نصف ساعة ومن بعد نحي الهاتف ديالو ونخبيه. تمرد راح يدير خطرة اثنين ثلاثة، مع الوقت راح يتعلم. وشنو هنايا ما نروحش ليه نضربه. لازم نكون متوقعه بلي كي نغير السلوك تاعي الطفل تاعي راح يزيد يتمرد، واش راح يدير؟ راح يتستي اسكو الام صح راهي تسيف الحب تاعها معايا؟ اسكو الاب صح راهو يسيف الحب معايا؟ ولا لا لا، التربيه الايجابيه معناتها الحب والحزم، لازم نحزم نصف ساعه معناتها نصف ساعه ما كاش فوقها، ولا كي تبقى له خمس دقائق نقول له بقات لك خمس دقائق ونجي ونحيه، مع الوقت ان شاء الله راح نزيدوا نهضروا على كيفاش يتحكموا في التصرف تاعه. كيفاش نحزموا ايضا التعامل مع الطفل العنيد اللي ما يسمعش الكلام، لانه هذا كان سؤال من احدى الاخوات، عندي بنتي عنيده جدا لا تسمع الكلام، ما هو الحل؟ ربما يعني المشكل يعني ايضا اللي راهو عند العناد الطفل العنيد الطفل العنيد. يعني الان نعود نولي الى النقطه اللي كنا تحدثنا عليها وهي القهر او ممارسه الديكتاتوريه يعني على الطفل والاثار السلبيه اللي حتكون في المستقبل، لانه للاسف الجزائري عنده مركب نقص الحاجه اللي ما قدرش يديرها هو يحب يديرها بالسيف وليده يعني. تمام، هنايا واش راح نهضروا؟ احنا راح نقولوا بلي هذا الطفل اللي راهو عندي هو ابني،
هو ربي رزقني به او كأنا كمربي، هو تاني وليدي انا كمربي، لكن ما يحقليش اني انا نمارس عليه واش تمارس عليا، لانه احيانا يوقد هذاك الطفل الصغير داخل كل انسان، وبالتالي واش راح يدير؟ انا ضربوني والدي وما صرا لي والو، انا تاني نضربو. لا، ما عندكش الحق انك تضربو، هو أمانة عندك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته، أنت مسؤول على الرعاية تاعو، مسؤول على التربية تاعو، بصح ماشي من حقك أنك تتعدى الحدود تاعك معاه، وهو الاحترام، أنه نحترم الصغير تاعنا، أنه ما نقمعوش. ثلاث أسئلة دائما يضعها المربي في باله، أنه هذا لو كان كبير راح يرجع الضربة نضربه، وإذا ضربته أسكو راح تمد لي نتيجة، وإذا كانت مدت لي نتيجة أنه رضخ الأمر الواقع، ما نتوقعش منه أنه كي يكبر ما يرضخش، لأنه راني عودته أنه يرضخ للصراخ، أنه يرضخ للضرب، وبالتالي كي يكبر إذا كانت عندنا شخصية عنفية أو شخصية ضعيفة، ما نقولش شت وليدي كيفاش خرج لي مسكين، نقول لا أنا درت هكذاك لوليدي. أنت يعني السبب، يعني أي أنتم اللي زرعتوا، أنتم كنتم تحصدوا اي تمام. حاجه يعني كل طفل هو ارض صالحه للزراعه، ما كاش طفل ارض بور. يعني نسمع بعض التعبيرات من الوالدين يعني توجعك، تقول هو هذاك ارض بور، او بعض الالفاظ ما يتسقمش بلاني ربي به، يعني وكانه الطفل يتبرمج. هذوك الخلايا لازم نهضروا نقطه ثانيه مهمه في علميا، انه كل معلومه تتكرر تبني خليه ثابته تبقى مع الانسان حتى للممات تاعو. هذيك الخليه دائما تكون حابه انها تطور ذاتها، انها تتطور تلقائيا لا وعي تاعو، انه يبدا يطور من روحه. كيفاش يطور؟ اذا عطيت له انت فاشل، فاش راح يطور الطفل تاعي؟ الفشل. اذا نقولوا انت ما تصلحش، فاش راح يطول؟ راح يتطور باش يولي صح ما يصلحش. بصح اذا قلت له لا لا ماما معليش انت يا صح عندك الحق، بصح هذه ما نديروهاش هكذاك، هذه نسقموها هكذا، هو واش راح يدير؟ راح المرة الجاية يتعلم كيفاش يسقم لي الأداة، ولا يتعلم كيفاش يصلح الفعل تاعو، مش راح يتعلم إذا أنا ضربته واش راح يدير؟ راح يحكم لابوبي تاعو ولا البون تاعو لا ويضربو. أنا نقول شتي وليدي كسر لي كامل لي جوي، لازم نعرف لافاسون اللي يكسر بها، إذا كسر ما نقولش والله ما تزيد تديها هدية اللي ماما هكذا يديرو، ما نقول لك حاجة من اليوم تزيد تشوف حتى جوي، لا لا، نقول له هدية أعرف بلي عندك هاد اللعبة، إذا كسرتها مش راح تكون عندك لعبة لليوم، نحكمها نحيها نخبيها، نعطي له العاقبة تاعها مش نعاقبه، نعطي له العاقبة تاع الشيء. وش راح يكون؟ نروح نستقبل اتصال آخر، الأخت نصيرة من تبسة. يلمى. من يلمى، عفوا. صباح الخير. صباح الخير الأخت نصيرة، تفضلي. لاباس. الحمد لله، سؤال عليكم. خويا نصيرة من قلمة. مرحبا بك، بيك وبكل ناس قلمة. ربي يعيشك، ما شاء الله في الحصة وفي الموضوع بعد. ربي يبارك فيك. ربي يعيشكم. خويا أنا عندي بنتي تقرا السنة الثانية. اسمع أنت هاك دير البوسيبل تاعك في الدار وكاع. كيف كيروحوا للمدرسة؟ سامحيني. أستاذ من أستاذ ما نقولش كاع. الأستاذ يقمع الطفل بعد. الأخت نصيرة. الأخت نصيرة فقط روحي معنا بالعقل برك، لأنه ما فهمناش السؤال تاعك. بنتك تقرا سنة ثانية متوسط ابتدائي. ابتدائي عندها سبع سنوات. الله يبارك. ربي يعيشك يبارك فيك. شيء كاين كما قلت أنت اللي دير في الدار، الأم والأولياء يديروا التوصيف في الدار، يعلموا وليد ويعلموا كل شيء، زعما هذه هكا هذه هكا هذه. مين يروح للمدرسة كاين استاذ ولا استاذه ماشي كاع كيف كيف. انا اصلا استاذه في الابتدائيه مشاهي، كاين استاذ صدق يقمع الطفل، ما يخليش يدير افكار، ما يخليش المشاركه ما كانش. كي تريكلامي تقول لك كيما انا عندي هذه بنتي هكا، كي رحت للاستاذ هذاك قالت لك بحار عليها. اخت نصيره فقط ما تخليش الدموع راهي تتراكم داخلك، لانه راكي متعاطفه مع الطفله تاعك، خلي المشاعر تاعك باش نتعاملوا بعقلانيه مع الطفل تاعنا. انا الاخت نصيره ما تخليش هذا الاستاذ يكون لك مشكل في حياتك، لانه حل تاع البنت تاعك سهل جدا، ارفديها غيري لها القسم ولا غيري لها المدرسه. مش يا استاذ اسمح لي يا خويا، هي عقدت تصدق حتى كل تقول لي على روحها حاجه تتقيا في كارتي في الثاني في بوتراجك المونتو فيه. هضرنا مع المدير، هضرنا مع المفتش، قالت لنا شتكو شتكو. صح، انت كيفاش تتعاملي معها كي تجي؟ اخت نصيره كي تجي لعندك للدار هي وتحكي لك الموقف، كيفاش تتعاملي معها؟
كيفاش تتعاملي معها كي تجي لك هي للبيت وتحكي لك هذا الموقف؟ هذا كيف نقولها كي تجي تقول لي ماما ما خلتنيش نشارك، ماما اليوم ضربتني، كي ضربتها هي على ما ضربتها بالكف، كي قلنا وعلاه ما تضربيش بنتي بالكف، قالت لك نورمال، لا بالكف ممنوع، ضربي على اليدين، وقعدت هنا قالت لك الا ما جبتكمش الحال بدلوا المدرسه كاع، وهما في هذه الابتدائيه تسمعوا بلاد صغير في بلديه بومهره احمد تيا، قالت ما كانش كاين كيما حنا نقولوا في الابتدائيه كاين يا اخي قسم ابي ابي، ما كاين قسمين مثلا سنه اولى سنه ثانيه سنه ثالثه حتى عرفت اللي هما دايرين كلاسه 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 اولى ثانيه حتى الخامسه. تمام. عندي بنتي سنه طاق بالباك زامي ما صرا لي هاك، عندي واحده سنه ثانيه سيزيام ما كان ما صرا لي ما شاء الله. كي قلنا كي هدرت معها تما هدرتها بشكل ودي، رحت لها للدار هدرت معها، هدرنا مع المدير قالت لك ديروا واش تحبوا، رحنا شكينا المدير وصلناها المفتش مقاطعة تما هدرنا معه قالنا ما كذا قالوا لنا بهذا اللفظ قالنا ما قدرنا لهاش، إلا حبيتوا ديروا حل روحوا بدلوا بنتكم من المدرسة هذه. تمام. ما قدروا لهاش يعني اليوم نحكيوا على الجزائر الجديدة، إذا كانت معلمة في مدرسه ابتدائيه وعندها اسمح لي خويا وشيات متعامل واحد، وماشي غير انا اللي راني نشكي، معظم اولياء التلاميذ صدق يشكوا منها عندها واحد المعامله سيئه سيئه للغايه، ماهيش تا ابتدائي. الاخت نصيره، الاخت نصيره يعني احنا نتمنوا انه مديريه التربيه لولايه قلمه تفتح تحقيق في هذه القضيه، احنا الان حتستمعي للاجابه بخصوص ربما القهر وال نقول لك كلمه برك خويا، عندي بنتي برك عندها حساسيه في عينيها، رحت للطبيب تاع العيون طالي قالت لي جيبي لي كي قلت لها بدليها الامام حطتها اللورا الاخر في القسم، كي قلت لها رحت ليها استاذه بنتي عندها حساسيه البك يبدا عينيها يدم وعين ما تكتبش فيها، كي قلت لها قالت لي جيبي لي ورقه دليل باللي بنتك هكا، رحت للطبيب سبيسياليست تاع العينين دار راديو قال لي عندها عرق مبوشي في عينيها مما يخليها تدمع عينيها، ثم لازم ثم تبدلها لقدام، والله بعد اديت لها الورقه شقت لنا هكا بظلف قالت لنا ما تبدلهاش وديروا واش تحبوا وين توصلوا نوصل معاكم ماني قادره على شقايا هكا بدلوا. لا نتمنى أن المسؤولين اللي عم يتابعوا فينا الآن على المباشر بيكون فيهم مسؤولين. الأخت نصيرة يعني نشكره كثير على اتصالك ونقول لك يا ربي يعيشكم ما شاء الله فيما يقول لك وماشي قاع حسب الأساتذة ماشي قاع ما فيش مشكل، بقاي معنا أن تستمعي الإجابة فقط باش نفتح قوسين على المسؤولين. نعم شكرا جزيلا على المسؤولين في وزارة التربية على الأقل ربما فتح تحقيق في مثل هذه الممارسات اللي أكيد ما نش نقولوا أنها معممة، لكن في حالات خاصة لأساتذة للأسف ما بين قوسين. نعم ما كاين أساتذة ما شاء الله ما شاء الله. نعم أكيد يعني في كل حاجة فيها الجانب يعني الإيجابي فيها الجانب السلبي، فقط نتمنى فتح تحقيق في هذه القضايا يعني اللي يتم فيها التعرض للتلاميذ والحقد عليهم بهذه الطريقة. نعود نولي لك أستاذة أسماء إبراهيمي، شكرا جزيلا شكرا جزيلا. هي تحدثت عن نقطة متعلقة بالأساسية أنه الأستاذ لما يعني يقهر الطفل داخل. تمام. إحنا هنا هي ذكرت شيئين لازم نذكره، أول شيء أنه الضرب ممنوع، الضرب ممنوع للطفل ممنوع من عن سواء بيت في المدرسة ولا في البيت سواء في المدرسة يعني. أو في البيت حبيت نوجه هنا رسالة لهذه الأساتذة لهم يستعملوا في الضرب، ما تقولوش احنا تربينا بالضرب ورانا لاباس علينا، ما دام راك تضرب معناتها ما راكش لاباس عليك، ما دام راك تستعمل العنف معناتها مورس عليك العنف، لهذا أنا ندعوهم أنه يعاودوا يراجعوا المسؤولية تاعهم اللي راهي بين يديهم، أنه هذا الأستاذ هذا يراه ولي آخر داخل المدرسة تاعو، لازم يكون مسؤول لازم تحتويه، فنتخيلوا أن الطفل هذا راه يتلقى العنف في البيت ويزيد يتلقاه في المدرسة، هذا راح يخرج لنا أكيد راح يخرج لنا آفات اجتماعية، أكيد راح يخرج لنا أشخاص مضغوطين، وبالتالي هذا الشق الأول أنه ندعو أنه ما تكونش مثل هذه الممارسات في المدرسة الجزائرية، إذا حبينا بناء إنسان سوي لازم المنظومة كلها تتعاون أنه نبني الثقة في نفس طفلي. انه لما تحدثنا على الست سنوات الاولى لما نطبق مع ابني المناهج التعليميه المبكره اللي راح نتحدثوا عليها ان شاء الله نعطي له الثقه، التربيه الايجابيه ما انت عطيت له ثقه، عطيت له حب، عطيت له، ما يهمنيش انه ولا ممكن ولا تلميذ جزائري يتعرض في المشوار الدراسي تاعو كامل حتى الجامعي الى التعنيف من طرف استاذ ما، الى استاذ شاد، عندنا اساتذه ما شاء الله تلاقينا معهم في حياتهم كما كاين اساتذه
يعني يا ربي يهديهم. تمام، هنا واش ندير انا؟ كي تجي لي الطفل تاعي نقول له ما خلاتكش تشارك، يقول لي ايه. تمام، معناتها دائما عندنا مر العشاء، يعني العشاء الاكل، ناخذ فقره اسريه. انا نخلي الطفل تاعي يخرج لهذيك الطاقه ديالو، حب يختار قصه، حب يختار موضوع، حب يحكي لي على شيء خيالي، انا والوالد تاعو نبقاو. صح، صرا هكذاك، احسنت، برافو. نديرو تاني نظام واحد اخر اللي هو الايجابيات والسلبيات تاع الطفل ديالي. السلبيات ما نذكروهمش، نذكروا الايجاب. نقولوا مثلا دي بوان، لو كان تلحق 10 نقاط عندك هديه رمزيه، لو كان تلحق 100 نقطه عندك هديه من اختيارك. هنا كي يجي من المدرسه واش نديروا له؟ نروح نراجع له انايا الدروس ديالو وفق البرنامج اللي راهو يدرس فيه. انا واش ندير؟ نحاول انه ندير له التعويض، او انه في نخير يوم مثلا جمعه ولا مره في الشهر، ولا نجمع مع الاصدقاء تاعهم ندير لهم العاب تربويه، اسئله واجوبه. الهدف تاعها انه يعاود يكسب ثقه في نفسه، ماشي غير الطفل ديالي، حتى الاطفال الاخرين نحاول انه نحتويهم مع الطفل تاعي في مثل هذه النشاطات. نعود نولي فقط الى هذه النقطه تاع التعامل الاولياء مع الاطفال، خصوصا لما يكون فيه مشكل في المدرسه. انا كنت عطيت لها حل، قلت لها انه ما تخليش لانه وصلت لهذا المشكل انه ولا مشكل تاع عائله. انا نتصور ربما هذه السيده كيفاش راهي الاسره تاعهم، يعني باش توصل سيده تبكي وفي وضعيه نفسيه يعني مقهوره من الصوت تاعها تحكي بهذه الطريقه. ربما احيانا المشكلات يعني لما تكون مشكله صغيره ما نعرفوش نتعاملوا معها في البدايه، ونعطوا لها اكبر من حجمها تكبر يعني وتوصل لهذه الطريقه. ما تشوفش ايضا انه تعامل الامهات ربما حتى مع الاساتذه، حتى مع المعلمات، يعني احنا نهضر بالعاميه سامحوني او سامحيني الاستاذه، يعني هذاك الوقوف اليومي امام المدرسه ولما دخل المعلمه بنتي واش دارت، وبنتي واش دارت، ولا ابني واش دار، ربما يعني اهتمام زائد غير نافع، يعني ويولي يرجع لامور سلبيه على هنا الامهات تاعنا. واش راهم يديروا؟ هم حابين يديروا اثبات الذات اطفال تاعهم. واش تحاول دير؟ انا لما نطبق مثلا لا ميثود دو دومان، دومانس ميثود، انه في التعليم انه حتعلموا وليدي القراءه، وراح تعلموا الموسوعه العلميه، انه يقدر يكون قبل 6 سنوات موسوعة علمية يعني ضخمة مثلا، أو يتعلم حتى 7 أو 8 لغات. أنا لما نعلمه هذا الأمر ما رانيش نطلب منه باش نقول على بالكم بلي وليدي يقدر يدير هذه الحاجة، أروحوا تشوفوا وليدي راه يدير. لا، الهدف تاعي أنه نمنع طفلي من أنه يكون عنده أنيشاك سكولار، نمنع أنه نعاونه أنه ما يكونوش عنده صعوبة التعلم. بصح كي يلحق مرحلة التمدرس ما نروحش أنا الأستاذة، أستاذة واش دار اليوم؟ واش دار البارح؟ إذا قال لك أعمل مليح، مش يوم مش لتقييم الطفل، فصل كامل هو لتقييم الطفل. وحتى لو دار يعني نتائج غير مبرره، لازم نفهم علاش دار هذاك التبرير، علاش دار هذاك التصرف، علاش وليدي ما نجحش. هو ناجح في كل مجالات تاعو، لانه لازم نعرفوا بلي كاين ذكاءات متعدده للاطفال. المهم نعاودوا نقول هنا للاساتذه، ممنوع انه الام كي يجي الطفل تاعها تقول له شت واش دار لك، دوك انا نروح له، دوك انا نجيب لك حقك. لا، ممنوع. وقل له ماما معليش الاستاذه تاعك كانت تعبانه، بلا كانت عيانه، كنت دوك نروح عندها ونجي. حتى لو الاستاذه ما عطاتليش ليا وجه كبير، بالرغم انه الاساتذه يعني اغلبهم ما شاء الله، بصح انا كي نروح له للدار نقول له هذاك واش قالت لي الاستاذه تاعك، تحبك انت تشارك، تحبك دير الواجبات تاعك، تحبك يعني هنا عاقل في القسم. كي تكون عاقل في القسم، هنا تاع عاقل في القسم، لو نتحثوا على تربيه ايجابيه ونتحثوا على تعليم سليم، واش معناتها عاقل في القسم؟ ما يقدرش الطفل ما يتحركش 4 ساعات. لازم الاساتذه ولا هاد المعلمين يحتووا الطفل تاعنا، انه عادي ينعض، اكرمك الله راح رمى الورقه تاعو ولا برا القلم ولا جا ولا دار لصديقه. نحاول نعطي لهم ان مينيت دو مينيت بين 4 ساعة و4 ساعة انهم يتنفسوا فيها، يتحركوا، يسحقوا حركه، حتى الدماغ تاعنا يسحق اكسجين، يسحق فوز يعني يسحق. نعم، عبالك لو نعطيك يعني سؤال ممكن انا نسالك، ما هي اقصى مده يركز فيها الطفل ممتاز في التركيز؟ انا نعرف انه الانسان الكبير يعني العاقل الراشد مثلا، انا اقصى مده اللي نقدر نركز فيها مع واحد لما اكون نستمع يعني الى خطاب، مانيش نتفاعل معك، يعني لما نكون قاعد ونسمع فيك بالك 25 دقيقه اقصى مده يعني. تمام، الطفل تاعنا احسن طفل اطول مده هي دقيقه ونصف، اطول مده للطفل هي دقيقه ونصف، من بعد يبداو له الخيالات. علاش؟ او عنده خلايا راهي تنشا، واش يبدا يدير الدماغ تاعو؟ يبدا يحوس راهم اللي عندهم نفس الفكره، ويبدا يركب فيهم ويدير له خيالات. بالتالي نلقاو كاين اطفال يغيسوا، كاين اطفال راهم حابين يركزوا مع الاستاذ بصح ما يقدرش. بالتالي انا اذا طلبت منه 4 ساعات شحال فيها من دقيقه ونصف؟
يعني راني ندمر فيه، يعني بكل الطرق رانا نحاولوا اذا في الدار ما تمسش وبرا ما تلعبش، لانه دوكا ما عندوش مساحات للعب، اذا برا ما يلعبش ومع الوالد تاعو ما يخرجش ومع الام تاعو تضربوا وفي المدرسه يزيد ما يتحركش، الطفل هذا واش راح يتنفس؟ راح يتنفس لنا افات اجتماعيه في مرحله المراهقه، راح يتنفس لنا انه يكون عنده سلوك غير سوي في المستقبل، كيفاش راح يتنفس بطريقه مختلفه انه يضرب الطفل تاعو مستقبلا؟ باش نمنعوا هادو ما كامل لازم يكون عندنا استراتيجيات في التربيه. هذه الاستراتيجيات عندنا اول استراتيجيه هي استراتيجيه التربيه بالحب اللي من اهميه تاعها راح نستدعو الدكتوره سناء عيسى ان شاء الله لو 22 فيفريي في المحمديه مول، راح يكون عندنا ملتقى للتربيه بالحب، ندعو الامهات للمشاركه من 9 تاع الصباح ل 4 تاع العشيه، حتى المبلغ تاعو يعني مبلغ رمزي مقابل مطويات ومقابل استاذه رائده في عالم التربيه في العالم ككل وليس في العالم العربي. التربيه بالحب ربما كاين امهات يحبوا يعني احيانا تحب تبدل الطريقه وتتعامل مع وليدها بحب، لكن الطفل هناك من يزيد يتمادى اكثر واكثر طبعا. وهي ربما ذاك الحب يستمر الى فتره معينه تسايس لما يكون التمرد يعني طبعا. يعاود هذاك الحب يدور 180 درجه. طائره لو ما يكونوش عندها الجناحين تاعها متوازنين ما تطيرش. الجناحين تاع التربيه الايجابيه هو الحب والحزم. لازم نعرف كيفاش نحزم وليدي لازم لا معناتها لا. كاين قواعد، علاش قلنا الدستور؟ هذاك الدستور ملي يزيد الطفل ديالي وانا ندير له لو بروغرام ديالو، ملي يزيد وانا ندير اساسيات التربيه تاع الطفل تاعي، ما نقدرش انايا نعطي للطفل ما نعطيلوش حاجه ونلزمه انه يلتزم بها، واش راح ندير هنايا؟ راح نقول له نعطي له اولا البعدين، نقول له ما تمسش هذايا بصح تقدر تلعب بهذه. ما تلعبش بألعب مونتيسوري اليوم مثلا، بصح نقدر نعطي له مستوحات من المونتيسوري. يعني نعطي له بديل، اليوم هو حب يلعب هذيك رغم انه اللعب هو من حقه. تمام؟ نعطيه كمثال فقط. ثاني شيء انه نقول له لا، بصح ماشي لا لا باسكو انا ما حبيتش. هذه راح انت ما حبيتش، غدوه يقول لك لا انا ما حبيتش، نلقاو اطفال تاع عامين سنتين تقول لك لا انا ما حبيتش نديرها، هي ما جابتهاش من راسها، هي مورست عليها. وبالتالي واش قلنا؟ انه اذا حزمت، اذا قلنا لا، حدود حدود. نوم معناتها نوم، تروح البلاستيك تحكم بلاستيك ترقد، ما حبيتش تنوض ينوض، نعاود نرفدو نعاود نحطو في بلاصتو ماما، دودو بلا ماما، ترقد على حساب كيفاش راني نتعامل معاه، هذا ما يمنعش اني حازمه معاه بصح ما يمنعش اني نحبو، ماشي نحكمو ندربو ونحطو في بلاصتو. على ذكر الحزم، ربما كاين امهات اللي يتعاملوا بالحزم، لكن احيانا يكون طرف في العائله سواء الاب او الجده او الخاله او القريب الخاصة. يعني يكون كما احنا نقولوا ليحمي او ليكسر هذيك القاعده في البيت، لانه حين الام تقول لا للطفل يعني ما فيش تلفزيون، يجي الاب يقول لا لا خليه يشوف معليش، ربما هنا يسرى يعني حتى الام تتاثر نفسيا. اكيد بين الاستراتيجيات المهمه في التربيه هو التوافق التربوي. واش معناتها التوافق التربوي؟ انه قبل كيما نتلاقاو مثلا راح يشرو سياره يديروا هي وزوج تاعها لقاء، اما سياره واما نوع ولي بري، ومن الطفل هذا راه اغلى واثمن كنز اكبر من هذيك السياره. اول حاجه تحدثنا على الدستور المنزلي، هذه الحاجه راح يتوافقوا فيها الوالدين، شوف من فضلك انا وليدك يتصرف هكذايا نتصرفوا معاه في هذه الحاجه. كاين اساطير باينه في التصرف تاع الطفل، اذا الطفل تاعي تصرف تصرف جديد نخزروا في بعضنا، اذا هو قال لا لا خلاص انا نسكت حتى لو على بالي بلي ايه هو التصرف صحيح، نمشي نقولوا لا لا خليه يدير قدام الطفل لا لا، من بعد نحكمه ونقول له من فضلك الطفل تاعنا تما كيدير هذا التصرف هاوليك هاوليك النتائج تاعو، المره الجايه ما تخليهش يديرها، هو واش يدير المره القادمه في نفس التصرف؟ يقولوا المره اللي فاتت خليتك ديرها بصح معليش اليوم نصححوا، نعلموا الطفل تاعنا انه كاين تصحيح، ماشي معناتها احنا ما نغلطوش، نقولوا له اليوم نصححوا وليدي ونديروا هكذا، ولا الاب ما عرفش اسكو هذه الحاجه مليحه ولا ماشي مليحه، يقول له روح سقسي ماماك. ماشي غيب انه يروح يسقسي ماماه، روح سقسي ماماك، هذو من الاشياء اللي مثمره جدا انه ما من الوالدين يتحدثوا مع الجده ومع الجد ومع هكذا برفق مع الاول، يقولوا لهم بلي من فضلكم انه كي تشوفوه يدير هكذاك راهو يخسر وعلى جال النتيجه تاعو وعلى جال باش يكون انسان ناجح، نعطي له البعد الزمني، نقول له ماشي تحبي تشوفيه كبير وناجح وقارئ، لازم نتعاونوا على هذه الحاجه، باش تعاونيني لازم نقولوا نفس الكلمه.
لانه جينيرالمون الجده هي هي الحامي، يعني الحامي. ربما الجده تتحرك بناء على العاطفه، يعني عاطفه، خصوصا اذا كان ابن يعني الحفيد البكر تاعها او الحفيده البكر، يعني تتعامل. واحيانا يعني حتى الاباء والامهات يعني الله يسامحهم يرتكبوا يعني امور يعاقبوا الطفل في حضور الضيوف، يعني بالك حتى الضيف يجينا، حتى ربما الجده اذا جات تقعد مع ميامات وتشوف يعني ابنها ولا حفيدها يعني مبيني في الحيط، يعني معاقب واقف في الحيط ولا في امور واحده اخرين، يعني حتى احنا المشكله تاع الامهات ما يعرفوش وقت العقاب، يعني تمام ما كاش عقاب، كاين عواقب ما عندناش عقاب. كان نقولوا له عقاب ديجا هو راه يتازم انه نديروه بيني وانه نديروا له هذه الامور، ولات امر يازم الطفل ديالي، واش راح ندير انايا؟ كاين قواعد هذوما اللي سرنا عليهم الاسبوع كامل. اذا جاني الضيف على بالي بلي الطفل راح يدير لي اثبات الذات، راح يبين روحه. حنا واش اللي يخلي الام تتصرف بعصبيه ولا شتي وليدك ماشي جايتك مربي؟ يقولوها ويقولوا لها شتي احكمي فيه. لا لا معليش، انا نحاول انه نستمد هذيك الطاقه تاعي اللي بها عندنا في نادي الامهات، كي يتلاقاو الامهات يعاونوا بعضهم في هذه الحاجه. تقولها والله غير هاد السمانه غير قدرت نشد روحي في العصبيه، وعلاش؟ كي جاني واحد اخر نروح ليها نقول له ماما معليش تروح الغرفه تاعك تلقى تما حاجه شابه او جايني ضيف، نقدر نحكم يعني هذه الحاجه. حتى الوالده تاعنا كانت تستعملها، تحكم نفس السنيوه كيما توجدها للضيف توجدها لنا في لاكويزين. هما ضيافي في الصالون وانتم ضيافي في الكوزينه. الطفل ما يتشري كاع يتيك للضيف، عنده كلش، حتى نفس الطريقه انه تنسيق تاع الالوان، تضع الحلويات وتضع كلش وتحطهن كيف كيف، انه ما يقدرش الطفل يجي. الا جا الطفل دار لي سبيكتاك خليه هذا راهو طفل. لازم المجتمع تاعي يتقبل باللي عندنا اطفال، هاد الاطفال مش الات احنا نتحكموا فيها. كنا ما عندنا اطفال، لكن يبقى ربما هذاك الاتيكيت يعني اللي ما عنده حتى معنى انه لا لك يجوا ضيافه حكموهم وسم. طفل عادي يعني يحضر بشكل عادي. ربما نروح ايضا الى نقطه اخرى، كان امها تقول لك انا وليدي عاقل يعني في البيت، لكن لما يجوا الضياف ولا يجي واحد زياده في البيت يعني يولي قبيح، يولي كثير الحركه. تفسير يعني هذا التفسير انه هل هو الطفل الوحيد؟ اذا كان الطفل الوحيد معناتها خليه يكون ذكاء اجتماعي، انه يروح مثلا اذا كان قبل 5 سنوات يروح دونزين كراش. دوكا عندنا دي زيسباس ندو ولادنا يلعبوا فيهم، يتلاقى مع اطفال. دوكا الحمد لله كاين مساحات يلعبوا فيها مثلا فيها ترومبولين ولا. بالنسبه للاشخاص اللي ما فيهمش هاد المساحات تاع اللعب يقدروا يخرجوهم فقط انهم يتلاقوا بولاد الاعمام او بولاد الاخوال، او يعني يتلاقوا مع اطفال يخرجوا هذيك الطاقه. اذا كان وحده في الدار ما يلعبش، معناتها انت ما راكيش تلعبي معاه، وانت ايها الاب ما راكش تلعب معاه. حتى الاب عنده دور مهم جدا في التربيه. اخصائي الارطوفونيا يقولوا باللي الطفل يكتسب اللغه تاعو من الاب مش من الام. من الام لانه يكون فيها الحب، يكون فيها بزاف العاطفه جينيرالمون لي مامون يستعملوا باغابوغ للاباء. الاباء اذا انت ما راش عندك وقت باش تكسب وليدك مش غير فوق اللغه والثقه بالنفس والتعليم، وتخرجوا معك وتدخلوا معك. كي تجي راح يجي طفل واحد اخر راح يسحق تشجيع واحد اخر. مثلا طفل يبدا يدير لي كابغيول قدام الضياف هو ممنوع، لازم يكون لي ممنوع حزم انه ممنوع. نديه الغرفه تاعو نعطي له لعبه يدير بها او رسم او هذه الحاجه. اذا ما عندوش الغرفه نعطي له سيدي اسباس. مهما كان نتعامل مع المساحه اللي راهي متاحه للطفل ديالي. اذا لا هو شنو يحوس يقول له هذاك الضيف؟ يحوس يقول له احسنت، اي حسنت تشجيع، فهمتوا شنو يحوس؟ انا واش ندير للطفل تاعي؟ نعطي له هذا العطاء هدايا، نشجعه نقول له احسنت راك هايل، او عندك قوة بدنية رائعة بصح ماشي دوكا، خلي من بعد نروحوا مع تاتا برا وري لها كيفاش تقدر ديرها، راح يحبس. يعني نتمنى فقط انه الامهات يستفيدوا من هذه النصائح في التعامل مع الاطفال. راح نستقبل اتصال اخر للاخت ام دعاء من حجوط ولاية تيبازا. صباح الخير. صباح النور. تفضلي يا ام دعاء. أستاذة صباح النور. صباح الخير، تفضلي الأم دعاء، احنا في الاستماع. عندي بنتي سنة ثانية ابتدائي. كانت في السنة الأولى بيان ناجحة، تدير معدل 9 فاصل، تقرأ تحب تقرأ، كي تدخل للدار تقول لي ماما قرينا هكا قرينا هكا، يا نراجعوا الاختبار كيف كيف، انت فرحانة تقول لي راجعي لي ماما اللي حابة نحفظ. مي هذا العام سنة ثانية صارها شوية بروبليم. شغل بدأوا يبدلوا لهم لي بروف، دخلت مع بروف ومن بعد قالوا لهم ماشي هذه الأستاذة، هي كانت حابة أستاذة تاع السنة الأولى، قريها كانت تعودت عليها تحبها عندها علاقة معاها.
وبعد شغل قال لها لا لا قراتها اسبوع، قالت لها لا لا قال لها قال لها شغل الاستاذه هذه ماشي تاعها، شغل تدها سمعنا ومن بعد الاكاديمي تبعث لنا استاذه واحده اخرى. بعث لهم استاذه كيف كيف، قالت لك تدهم شويه ما نجي استاذه تاعهم لي اوفيسيال تشدهم راهي مريضه هذه راه مالادي. شدتهم ديك الاستاذه كيف كيف دو موا، راحت هذه كانت صغير معها كيك برك، من بعد راحت جات الاستاذه تاعهم لي اوفيسيال تشدهم كيف كيف اون سانت صافي كيف كانت ليها تغير الاسم ديالها باش ديروا كومبوزيسيون يعني باش ديروا اختبار. نعم ام دعاء، يعني المشكل تاع البنت تاعك انه لما تغير الاستاذه عليها يعني صار لها لخبطه في التعامل مع الدراسه وحب الدراسه. الان عندي مشكل معها ماش تحب تقرا بنتي، نكتب عليك راني بزاف عندي مشكل كبير ولا غير كبير، ماش تحب تقرا كي نقولها تقرا تقول لي ايه ماما، نقول لك دعاء بنتي انا ماكش تحبي تقرا، تقول ماما نحب نقرا مي ميم بروف تاعها في ليكول وقالت لي ماشي كيما دوكا الشيخه اللي كانت تقريها في السنه الاولى يا راهي شدتهم دوكا. تمام، نشكرك كثير على اتصالك الاخت ام دعاء، راح تستمعي للاجابه من طرف الاستاذه اسماء ابراهيمي. عندك سؤال واحد اخر؟ معذره ما سمعتكش، تفضلي ام دعاء. معليش مانيش عارفه، حبيت حاجه تعلموها لنا كيفاش ندير ثقه في بنتي، كيفاش نعلمها ثقه في نفسها. أستمع الآن الإجابة لأنه الآن حكينا بزاف على التربية الإيجابية، نروح الآن إلى التطبيق. لكن فقط نجاوب الأخت أم دعاء، هي يعني المشكلة تاعها أنه الطفل إذا تغير له أستاذه أو إذا غاب الأب من البيت، لأنه بلا كاين أباء يكون معهم في البيت في حال وقوع طلاق أو راح يخدم في الصحراء أو في مكان بعيد، يعني هذه المتغيرات تأثر على نفسية. هنا لازم نوجه الأولياء أنه في كل مدرسة ابتدائية هي الوزارة دايرت لهم مرافق نفسي، أو في المقاطعة نلقاو عندهم بسيكولوج يقدروا يتوجهوا له الأولياء، في عود ما تروح الأستاذة وتقول لها واش قرا وليدي ولا واش نجح ولا، نوجهكم أنكم تروحوا عند هاد المستشارين التربويين والنفسانيين تاع المدرسة لأنهم يعرفوا البيئة ويعرفوا الأساتذة ويعرفوا الطفل تاعك مع من راهو يتعامل. هذاك نقطة مهمة جدا. ثاني نقطة مهمة اللي ذكرتها أنه ممكن يتعرض الغياب الأب، لازم هنا الطفل واش نقولوا له تاع الثقه بالنفس، لانه غاب بابا يتسمى انا مش حنقرا، لا لازم نفهمه في حاله الطلاق انه يفهم باللي الوالدين هذوما نتحسوا معه كانه كبير، لازم نعرفوا باللي الطفل تاعنا يفهمنا ماشي الصغير تاعو، بصح القدره الدماغيه تاعو هي اكثر من واحد كبير، لكن نروحوا معه برفق حسب الحاله ديالو. هنا يكون عندنا دور للبسيكولوج، الاخصائيين النفسانيين، لازم تكون عندنا مرافقه نفسيه، اذا كان الوالدين قرروا انهم يطلقوا يروحوا للمرافق نفسي عند اخصائي نفسي ويعرضوا عليه الحاله ويعطي لهم طرق كيفاش يمدوها للطفل، لانه غياب الاب للعمل مش كغياب الاب في حاله ربما طلاق. ربما نحكي بشكل عام على المتغيرات، يعني البنت هذه كانت تدرسها استاذه بلكي كانت تحب الاستاذه تاعها، فرحت الاستاذه يعني وجات اخرى ما حب يعني ولات ما تحبش الدراسه، هنا كيفاش دوك هذه هنايا هاد الطفله هذه تكون دارت ربطت العلم بالاستاذه، ما ربطتش انه العلم لذاتها، هنا يدخل الدور تاع التعليم المبكر. وثاني حاجه هي الثقه بالنفس، انه الثق انه الله عز وجل وهبها علم وراهي قادره تنجح وراهي قادره كذا مع الام ديالها، كيفاش انه نعطي اهم سبب الثقه بالنفس هو الحب الغير المشروط. كيفاش الحب الغير مشروط؟ ما نقولوش ما نحبكش باسكو ما قريتش مليح، يوش يدير لي يكره لي القرايه باسكو ماما ولا بابا ولاو ما يحبونيش خاطرش انا ما قريتش مليح، لا نقولوا انا نحبك وليدي بصح هذه الحاجه ما تزيدش ديرها. ياك كاين دراري كي قال لهم لي بارون تاعهم يقولوا تحبني بيان سور كنحبك، تمام نحبك وليدي ما عندهاش علاقه بالحب ديالك، لازم هذه الحاجه اللي تمد لنا الثقه. ثاني شيء الثقه بالنفس تاع الاطفال هو انه يتمكن من شيء، الطفل اذا تمكن من اي حاجه مثلا الاطفال اللي عندهم رياضه ولا اذا تمكن من اي تكنيك يخدمها يولي دائما يديرها، علاش خلاص اكتسب هذيك الثقه باللي يقدر يديرها. انا واش راح نمنحلو بالتعليم المبكر، لو نتحسوا هذيك الثقه بالنفس راح نعطيلو انه يقدر يدير هذاك الشيء. الهدف تاعي من التعليم المبكر انه الطفل ديالي يتعرف على العالم الخارجي بالتفاصيل تاعو. لو نعطي مثال مثلا عندنا هذا المنهج دومانس ميثود، يعني الحمد لله حاليا متوفر في الجزائر، دومانس ميثود دين الجيريا راه متوفر عندنا،
نقدروا نلقاو عنده هكذا للحساب الكمي، وعندنا يعني التعليم كامل موسوعة. يعني هذا المنهج يعني من وقتاش نبداو نستعملوه مع الطفل؟ من الولادة. من الولادة نبداو نستعملوا الطفل. عندنا برنامج من 0 لـ6 سنوات لـ6 أشهر. يعني نبداو أول حاجة لازم نعرفوها بلي الطفل تاعنا كيزيد، قلنا عنده خلايا قابلة للنشأ، راح نخدموا له على السمع، على البصر، على الحواس تاعو بأشياء بسيطة، أنه الضوء نطفيه ونشعله باش نحفز له المسار البصري تاعو. ياك حنا كيزيدوا يكون كل حاجة. كاين اللي يقول لك بلي علاش بكري، كاين نقطة دايما الأمهات يسألوها، وعلاش بكري كان الطفل يزيد معمش ودوكا يزيد على بالو كامل واش كاين؟ هي المؤثرات اللي يكونها في المرحلة الجنينية، أنه كانت عنده مؤثرات أكثر، بالتالي خلايا أكبر، وبالتالي نتيجة أحسن، أنه ولا يدير رياكسيون. الطفل ديالي مادام هو يدير رياكسيون معناتها عنده مكتسب. أنا واش راح ندير له بمنهج ضمان؟ واش راح ندير له؟ راح نعطي له هذوك المكتسبات، نسهلها عليه. هي علميا الطفل حتى لسبعة أشهر باش يولي يشوف تفاصيل دقيقة، التم باش نبدا له الحساب الكمي ونبدا له القراءة واللغات وعدة والموسوعة. حنا كي نديروا له التحفيز البصري مثلا، هو جزء من منهج دومان من 0 لـ6 أشهر، راح نعطي له مسار بصري ناضج في 4 أشهر. يعني راح نعاونه أنه يكتسب الوقت. راح ندير له تحفيز سمعي، راح ندير له تحفيز الملمس مثلا، كيما هاد الاشياء هادوما حتى لستة اشهر. هادوما بالعاني ما جبتش عفسه نرفعوهم فقط هكا باش يشوفوهم. يعني هنايا الام هذه يعني اللافات تاع الماعن، هاد الحاجات هادوما يمسهم، يتعلم الملمس مع الاول. وقتاش يعني تقدر تعطيهم له هادو؟ هادو ابتداء من شهرين، يبدا يعني تحط له يده يمسهم، يعني يتعلم الملمس تاعهم. هنايا عندنا هاد الاشياء بالعاني حنا يخدمنا هادوما باش يكونوا عندكم كنموذج انه للبيت. نرفعهم فقط باش هكا تكون عندهم يعني السيدة فيكا كشي خدمهم. هادوما من صناعة امهات هاملي كيفاش يتعلموا الملمس. بداية يتعلم فقط يمس، انه واش قلنا هادوك باش يرفد يديه ويتعلم يدخل يده. كيفاش يعني يدخل يده هكا؟ هنا يبدا يحاول انه يطلعها فقط، يطلعها يعني انا عمي يحاول فقط انه يطلعها. يعني هادوك يعني الطفل بعد يبدا يجبد يقدر في عودي راح يرفد لك النشاف، يعني ديري له هذه قدامك. هو حاب يمس، هو حاب يمس هذاك النشاف يفهم واش معناتها. انت على بالك بلي هذاك الملمس تاعو ناعم ولا خشن، بصح هذا الطفل ما تلاقاش معاه، واش راح يدير؟ راح يمسو. كي يمسو لازم يعرف بلي هذه الاسفنجة عندها ملمس خاص. مور 6 أشهر نبدا نعلمو، نقول بلي هذا خشن، هذا نصف خشن، هذا. حنا عندنا هنايا تاني الاكياس الحسية، نطلب منك انك تمس هذه الاكياس الحسية وتشوف شنو الداخل. هذا عدس. عدس، تمام. هنايا كاين ارز. كاين هادو الاكياس الحسيه، اي ام تقدر تستعملهم في المنزل، تحكم لوبيا، عدس، اروز، واش عندها. هادو تابعين منهج مونتيسوري هادو. انا عمي كاين مونتيسوري، كاين اسبيراسيون مونتيسوري. باش نتفاهموا على حاجه، باللي الخلايا باش تنشا تشترك فيها جميع المناهج، سواء ضمان او مونتيسوري او منهج وولدر في الفنون. يعني عندنا عده مناهج عالميه. حنا واش نحوسوا نمدوا للطفل تاعنا؟ حاليا حبيت نعطي لهم ابسط شيء ممكن يكون في المنزل نعلم به الطفل تاعي. كي يكون يمس بشرط انه يكون كلش مغلوق، لانه الطفل اقل. انا عمي وبمراقبه الام، الام ولا الاب ولا يعني الطفل ديالي يكون تحت مراقبه. كي يكمل او خلاص رماها، واش معناتها رماها؟ خلاص ماهوش اكتشفها. يعني اكتشفها. حتى ربما الطفل لما يحب يغير اللعبه الام ما تفهمش، يعني لانه مالها واحد بلاك اذا كلا اكل ولا يشوف مسلسل، يعني دائما يشوف راح يكون فيه ملل، ولا لعب لعبه في التليفون يعني يجيه الملل ويغيرها يروح الى لعبه اخرى. نفضلوا انه الاوقات تاعنا ما تكونش للمسلسل ولل اعطيتك مثال للايفون، خاصه الاطفال. لا انا احكيك على الانسان الكبير. الكبير نعم. الطفل راح يكون عندي امر كارثي لو انه يلتالي بالمسلسل وش او يشوف ليماج الخليه وش تنشا بالمسلسل. لما كي يلحق لي سن معين سواء ابتدائي او متوسطه يروح يطبق لي نفس التطبيق، تقول يخا دراري تهدوكا مين هم يجيبوا هالتصرفات؟ ام يجيبوهم واش مديت لهم نتايا في المنزل؟ ام يجيبوهم التلفاز اللي راهو عنده في المنزل؟ ولا بالتنقل قدام الاقران؟ هنا تجيني نقطه مهمه جدا، هو مصاحبه الاولاد. انا مثلا طبقت منهج ايجابي مع اولادي، وراني نطبق معاهم مونتيسوري ودومان وعده مناهج اخرى. اذا انا يا الطفل ديالي جري للدار ودار لي تصرف غريب، ما نروحش نضربو نقول له لا ما تزيدش دير لي هذا التصرف. نروح نقول له ماما انت وين تعلمت هذا التصرف؟ مع من درته؟ لازم نفهم منين جابو وعلاش جابو وعلاش هو يدير فيه، باش اعتذر، باش نعالجوا له منين جا.
ماشي نعالجوا اللب تاع الموضوع ماشي السلوك. يقدر السلوك يغيره قدامي بصح ما يقدرش انه الجوهر المصدر ديالو لازم نعرفه. وهاد الامهات لهم يتوجهوا مع اولادهم دائما للمدرسه، حاولوا اذا كان يعني منطقه خطيره انك تديه لازم تديه وتخافي انه يسرقوه وكذا، اذا كان في منطقه يعني محميه وبين الطريق تاعو لو خن طلبوا المدرسه فقط اذا كان كاين طريق انهم يديروا شكون يقطعهم. سينو ما تقولوش بلي الطفل ما عندوش ثقه بنفسه، انت انا كم انت شداته مديته جايباته. لكن المشكل لما تكون جايباته الطفل يعني يتريح تقصر، تمشي في طريق تقصر والطفل يسبقها. هذا كيولي السلوكيات. السلوكيات. في اخت ليليان ذكرت التجمع الاولياء امام المدارس، السبب هو المدرسه كيغيب الاستاذ يخرجهم، كاين تلاميذ ما يرجعوش للمنزل، وكاين اللي ما يعرفش يرجع، اللي صغار في السن، وكاين اللي يتعرضوا للحوادث. الاولياء في بالهم اولادهم راهم يقراوا، على حنا بكري كان كيغيب الاستاذ نبقاو داخل القسم مع المراقب حتى يحين وقت الخروج. ان شاء الله تتبدل هذه النقطة إن شاء الله يا رب، لأنه ربما من بين الأمور اللي ما عندها اللي تخلي أنه الطفل ما يديرش ثقة في نفسه أنه يتكل على الوالدة تاعه أنه هي اللي تدي وهي اللي ترفد له الحقيبة وهي اللي تعود ترجع يعني معها للبيت. ولكن لما يوصل للبيت يعني يخرج يلعب عادي، وبلك يروح يشري بلاصة أبعد من المدرسة بشكل عادي. ربما هذه السلوكيات يعني نحكي عليها فيما بعد لتغييرها. لكن بعد ما نستقبل اتصال آخر، أم لؤي من غردايا. غردايا أهلا بك أم لؤي ومرحبا. الله يسلمك الأخ، صباح الخير. صباح الخير عليك. صباح الخير على الأستاذة وكل طقم سرق. ربي يبارك فيك. تفضلي أم لؤي. الأستاذة اسماء إبراهيمي في الاستماع. الله يسلمك الأخ. عندي في الحقيقة أنا عندي تساؤل وعندي يعني الحق ترطار برك الحق بك شوية وأنا نشوف الحصة وعجبني الموضوع. حبيت أولا لكم تعطوني يعني نظرة برك بسيطة على الموضوع، لأنه العنوان التربية الحديثة والتعليم المبكر يعني ما حبيت برك كشغل تفسير ولا ما لحقتيش بينا من الأول. اي ما التحقت فقط يعني هيك عارف مع الاولاد مع المدارس ما ركزتيش. يلا ما فيش مشكله، نعاودوا نشرحوا المفهوم تاع التربيه الحديثه. وتفضلي سؤالك الاستاذه اسماء في الاستماع. الله يسلمك استاذه. عندي بنتي راهي الان سنه ثالثه متوسط. في الحقيقه هي كانت طول المرحله الابتدائيه كانت يعني ما شاء الله ممتازه، مستواها الدراسي عالي جدا يعني من التحضيري حتى السنه الخامسه الابتدائيه كل يعني معدلاتها تفوق يعني تكاد تفوق 9 يعني كانت ممتازه بجداره. لما لحقت المرحله المتوسطه يعني صراحه لاحظت باللي يعني كاين نقص في مستواها الدراسي حتى معدلها ما اصبحش كما كان من الاول. يعني ما فهمتش السبب علاه، وحبيت جبت اضافه انه هي مهتمه بالادب وبالشعر وبكتابه القصص والروايات. في الفتره الاخيره لاحظت انه يعني انا يعني كوجهه نظر انا يعني ننصحها ونقولها بلي ماذا بيا القصص ولا اللي تكتبيها المواضيع اللي تتناوليها تكون مثلا في سنك. طبعا طبعا. ولكن هي يعني اكتشفت مؤخرا انها مثلا يعني تميل الى كتابه القصص مثلا يعني نقدر نقول لك انه اكبر من حجمها مثلا قصص رومانسيه قصص يعني المهم يعني من هذا الجانب. انا صراحه هذا الامر اثار ازعاج يعني حبيت قلت لها يا حبه كان المواضيع قلت لي الله غالب يعني شحال في عمرها الابنه تاعك ام لؤي؟ عندها 13 سنه. 13 سنه مراهقه يعني نقدر نقول سن مراهقه. الأم لؤي الآن تستمعي للإجابة والنصائح من عند الأستاذة أسماء إبراهيمي. نشكرك كثير على اتصالك وبقاي معنا باش تستمعي للإجابة. لما نتحدث على ببساطة باش نجاوب الأخت، التربية الحديثة هي التربية السليمة، والتعليم المبكر هو التعليم ما قبل 6 سنوات يعني ما قبل سن التمدرس اللي رانا نشرحوا فيه الان اللي رانا نهضروا عليه الان. ثاني حاجه اغلب المتصلين يتصلوا ويتحدثوا على مشاكل تاع
أطفال راهم في مرحلة ما قبل المراهقة أو في مرحلة المراهقة أو في مرحلة الابتدائية، يعني فاتوا مرحلة التعليم المبكر. هنا واش حبيت نقول لهم؟ لازم أولا يسألوا أخصائي نفساني إذا هذا التصرف راه سليم، إذا الأخصائي راح يعرف إذا ما عندوش مشاكل في البيت أدت لهذا التغير، إذا ما عندوش مشاكل نفسية مش شرط مثلا طفله إذا ما عندوش بيئة مش مليحة ولا لا، ممكن طفل شاف حاجة وراه يعاود يكرر فيها. بالنسبة قالت أنه عندها تحب الشعر وتحب النثر، حبينا نقولوا باللي في الاطفال تاعنا ما لقاوهمش كامل ناجحين في الرياضيات وكامل ناجحين في الفيزياء وكامل ناجحين في العلوم، ماشي كامل اطباء وماشي كامل ماشي كامل. لازم نعرفوا باللي المجتمع تاعنا يشكلوا كل واحد من الجانب ديالو مهما كانت المهنة تاعو هو جزء مهم في هذا المجتمع. هنا نذكروا الذكاءات المتعددة، أنه كل طفل ديالي عنده ذكاء خاص به، سواء ذكاء لغوي أو ذكاء شعري انه يكتب الشعر وكذا، ذكاء رياضي. هذه الحاجه راح يحدده لنا التعليم المبكر. مثلا لو نذكر الموسوعه العلميه من منهج دومان، الموسوعه العلميه هي عرض 1000 بطاقه على الطفل بطريقه ممنهجه بطريقه مبسطه. كيفاش راح تكون؟ ضمن 6 سنوات الاولى تاعو. هنا اخترت الخضر لان الامهات عندهم درايه بهذا الخضر يعني. نعم هذه الصوره شوفوا واش عندنا عندنا معلومات راح نعلمه على المحيط تاعو، في نفس الوقت راح نعطي له معلومات. لما السن ديالو يكون يسمح انه يتعرف فقط على الصوره راح نعلمه فقط الصوره، من بعد نقول له باللي هو نوع من الخضار في المرحله الثانيه قلنا هي طريقه ممنهجه، بعد ما نعرض له 10 بطاقات نشكل له كتيب من فضلك كتيب كيما هدايا جبتو بابسط من صناعه امهات. انا اليوم جبت صناعه الامهات باش يكونوا امهات ما يقولوش صوره حاجه صعيبه بها مع معلومات هايديك مع المعلومه تاعها. لكن هذا في اي سن نبدا نعطيه له؟ من 6 اشهر نبدا له، من 6 اشهر نعطي له هذه المعلومات بطريقه ممنهجه على ان لا تمر دقيقه واحده في الجلسه تاع التعليم. لكن ربما غريب يقول لك 6 اشهر وانا نقرا له نقول له الفلفل الحلو ها هو نوع الخضار، هل طفل في عمر 6 اشهر يستوعب هذه؟ يستوعب اكثر من البالغ. لانه نعطيك مثال، هل لما السور تبنيه جديد صح يشد لك وقت افضل ويكون احسن، ولا لما تبدا تكسر وتعاود تبني تكسر وتعاود تبني شكون الافضل؟ افضل انك تبني جديد يعني تعدي له قاعده متينه وتطلع. صح. الدماغ تاع الطفل تاعي قلنا يزيد بوحده على 3 من خلايا الدماغ، كل معلومه مكرره كل معلومه مكرره على الطفل. لانه مثلا بطاقات تاع الموسوعه العلميه عندنا 10 ايام ل 10 بطاقات، كل 10 بطاقات تعرض 3 مرات في اليوم، كل مره فيها اقل من دقيقه، فيها 30 ثانيه فقط. هذاش نسحق 30 و 30 و 30 شحال عندي من دقيقه؟ عندي 90 ثانيه، دقيقه ونصف في اليوم نستثمر فيها في عقل طفلي. التكرار تاعي في 10 ايام راح ينشا لي خليه تحمل معلومه الخضار، بعدها نحكم هذا ونحطه في مكتبه الطفل ديالي. الطفل ديالي نهار اللي يحب يعاود يشوفهم يتعرف عليهم، هو اين فوا يخزر فيهم لازم نتاكدوا بلي خلاص نشات الخليه، نكونوا متاكدين بلي الله عز وجل مادام عطالو هذيك الاليه خلاص راهي نشات. ما نحاولش انه كي تجي جداها نقولوا روح وري لمانك بلي راك تعرف هذه الحاجه، ولا عاود قرا لهم القران عاود قرا لهم القران اللي راك تعرفوه كي يبدا يدير يقولوا لا قدام شتي بلي ما يعرفش. هو يعرف قبل 6 سنوات راه ينشا له خليه، هذيك الخليه راهي من شو اي لو كان من شيء تافه. لازم يعرفوا الامهات باللي كي نقول الطفل تاعي تشي 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 راح ينشا خليه عصبيه كامله تحمل معلومه تشي. هذه المعلومه ما تقدرش انها تتطور، ما عندهاش القابليه للتطوير، وبالتالي لازم نعطوا له معلومه قابله للتطوير قادره تعطي له نتيجه مليحه. الحاجه المليحه لما ذكرت القران الكريم انه كاين مشروع غلمان القران اللي هو تكييف طريقه دومان وطريقه علميه اخرى تعمل على البصري والسمعي، اطلقت في الجزائر والحمد لله وينتسب لها اكثر من 800 ام راه يطبق فيها ابتداء من الولاده، يعني معلوم السمع نعطي له يعني توقيت مثلا صباح وقبل ما يرقد بمده معينه بتكرار بقراءه تاع شيخ جزائري عنده فصاحه في اللسان عنده قوه في مخارج الحروف. الطفل تاعي راه يتشبع لي بهذيك المعلومه، بصح ماشي كيجيني كش واحد نقول له اروح اقرا له. الاختبار يسمى هذا الاختبار للامهات راهم يوقعوا فيه يوميا، وهذا الاختبار اللي يخلي ولادهم ما يقراوش ولا انه يرفض انه يدرس. واش معناتها؟ انايا اليوم ماما جات قالت لي اقرا هاديه، انا نعرفها بصح ما حبيتش. احنا قلنا بلي الطفل ديالي عنده الحريه وعنده العناد، يعني عنده العناد. العناد هذاك راه شيء ايجابي مش شيء سلبي، هذا هو المشكل انه الاولياء ياخذوها على تمام لانه هو يبني له في شخصيته، يعني هو يعلمه يرفض يقول لا تمام.
هنا واش راح يقول الطفل تاعي اذا جا وقف وخزر ما حبش يهدر؟ اذا قلنا له بلي خلاص ما يعرفش، هزينا له الثقه في النفس ديالو. لو هدرنا على العلم التربويه معناتها طفلي اكيد الخليه نشئت، اكيد تعرف على الشيء، راح واش راح يسحق؟ راح يسحق ميزاجور. هاد لا ميزاجور نديروهم بطريقه تعليميه، لعب بالتعلم، يعني التعلم باللعب. هنايا مثلا هنايا بعد ما يتعرفنا على الحيوانات بطريقه الموسوعه، نحكموا هاد اللعبه هادية ونعرفوها للطفل ديالي. نشوفوا هنايا البقره الابن تاعها، الاكل ديالها، المرقد ديالها، واش تمد للانسان. حنا نكونوا باش نقولوا بلي في منهج دومان عندنا كروت بهاد الشروط، بهاد الشروط هي بنفسها. كل مجموعه تكون مثلا كلب، دجاجه، خروف، وهدايا صوص. هنايا فقط انه اللي تكون تاع القراءه ما يكونش فيها تسكراتش، هو اللي يمنع انه هذه هي الجلسه تاع الطفل. احنا نعلمو هايليك هايليك هكذايا بهذه الطريقه، ويبقى يعني يخزر فقط، نسحقه انه ينظر ليا فقط، نراعي فيه ما يكون يلعب ما يكون نخر. كيفاش نروح انا نلعب باش نراجع له؟ ما نقولوش اروح نراجع ما يفهمنيش. كامو 3 سنين 4 سنين واش نجيو لهنايا مثلا الهديه، نقول له حيوان اسمه، نسقوا له البقره، نرفعوها فقط، نقولوا له حيوان اسمه مثلا البقره، هو واش يدير؟ ينحيها لي منا ويحطها لي هنا. هاد الادوات كامل متوفرين عندنا في منهج دومان، دومانس ميثود ان الجيريا هو اسم الصفحه اللي تقدروا تلقاونا فيها. صغيره هو العجل، نزيد ينحي لي الصوره، نحو الصوره هنا ولصقوها. يتغذى من العشب. هنا الطفل تاعي راهو تلقى في الموسوعه عده معلومات، دوكا شنو يدير؟ راهو يجمع هذوك المعلومات ويلصق ويدير العشب. كي يلحق 4 سنين ولا 3 سنوات، هذه في 3 سنوات نستعملوها؟ هذه في سنه نستعملوها. سنه عام؟ عام عام ونص. الطفل ماهوش يهضر في العام، ماهوش يهضر بصح هو يرفد الصوره ويحطها لي. هاد الحيوانات او تعرف عليهم بطريقه الموسوعه اللي ذكرناها. احنا درنا فقط صوره على الفلفل، لكن قلنا هي 1000 بطاقه، 10 بطاقات من كل، مثلا 10 بطاقات من الحيوانات، 10 بطاقات من الخضر، 10 بطاقات من الفواكه. لما يلحق لي وليدي سنتين او 3 سنوات 4 سنوات، راح يولي هو يختار المجال للفلك، راح يختار لي مجال الطب. لو نشوفوا الطفل السيار، يعني انا حطيته في الصفحه، هو طفل عراقي تعلم بهذه الطريقه باش ما نمدوش امثله، يعني باش ما نقولوش حنا عندنا عند العرب ما كاش نتائج. هو يعني الام تاعو حطاته كتب في الباثولوجي، يعني في علم الباثولوجيا، هو في عمر 9 سنوات، لانه في الموسوعه كان دوما يختار المجال تاع الطب. انه انا قبل 3 سنوات لا قبل 4 سنوات الطفل تاعي في الموسوعه انا نحدد له واش راح نمدلو. لكن الميول تاعو تظهر حتى في المستقبل، حتى في الدراسه تاعو نعرف انا اذا يروح توجه ادبي او علمي، نعرف واش المجال راح يكون في هذا الطفل. عندي نماذج جزائريه، لانه الحمد لله السنه الثالثه وحنا نطبقوا في منهج ضمان في الجزائر، كاين نتائج رائعه. يعني عندي اخت ابنها يقرا سنة الثالثة ابتدائي، حاليا راهو داير الديناصورات بالتحف تاعهم بالمستحثات، لأنه تأثر في المرحلة هذه يحب الديناصورات. حاليا تدخل ليه عنده الموسوعة، يعني احنا عندنا إشكالية بين قوسين أنه الأمهات يرفضوا الظهور تاع أولادهم. يقول لك نخاف العين، يخاف بلي انا نعرف نطبق معاه، نخاف يقولوا بلي وليدها لو قاري يضربوه لي بالعين وما الى ذلك. فبالتالي حاليا المره اللي فاتت يعني ارسلت لي فيديو انه دار المعلومات، حاليا اي اسم تاع ديناصور تمده له يعطيك المنشا تاعو وين كان عايش، اما سنه مقارض فيها. انا بالنسبه لي الطفل سنه الثالثه يعرف على الديناصورات وعلى الدلافين وعلى هذه الاشياء، هو نعمه من عند الله عز وجل، لاني استثمرت النعمه اللي مدها لي. قبل 6 سنوات استثمرت فيه، بعد 6 سنوات مد لي نتيجه، ماشي في الحين يمد لي نتيجه. ربما هذا هو احيانا يعني القلق تاع الاولياء. انا نتذكر انه مره تلاقيت مع طفل 5 سنوات ونصف يشرح لك النظام المجموعه الشمسيه وظاهره الكسوف والخسوف، لانه كان يتبع الخال تاعو اللي هو استاذ في علم الفلك وكلش، ف يعني تعود، يعني هذا الطفل اي حاجه عودتها له هي حت تعطيك النتيجة لما هدية. يكون في عمره 6 7 سنوات. 6 سنوات. احنا عندنا لي زاتولي مامون اونفون نديروهم كل جمعة، يعني مور الجمعة تجيب لا مامون تجيب البيبي تاعها ولا لونفون تاعها لي افون 6 ans. كي نتلاقاو نشوفوا كل طفل، يعني احنا كل واحد عنده حصة فردية، نحسبوا العمر العصبي تاع الطفل، لأنه كاين عمر عصبي وكاين عمر زمني. من ذاك تشوف طفل تقول كيفاش نعرف العمر العصبي؟ العمر العصبي كاين اختبار نعرفوا الطفل تاعنا، قلنا الدماغ نعرفوا كيفاش راهو ينشأ،
المرحله اللي راهي تنشا. اذا الطفل مثلا حبا، نعرفوا بلي راهو العمر العصبي تاعو 7 اشهر ياك، اذا هو راهو يحبي في اذا راهو يحبي معناتها راهو في 7 اشهر، اذا مازال ما حباش معناتها مازال ما لحق 7 اشهر، ماشي شرط العمر الزمني ديالو. هنا يعني هو اختبار ياخذ منا ساعتين الى 3 ساعات مع الام، ونحددوا العمر العصبي، ثم نحددوا الخطه اللي راح نعاونوه بها باش يلحق يا اما العمر العصبي ديالو مع العمر الزمني، لانه كاين اطفال متاخرين سواء ذوي الاحتياجات الخاصه او اللي عندهم تاخر انه البيئه تاعهم مش محفزه، فنستعملوا هذه المناهج التعليميه مثل المونتيسوري او مثل الدومان، ونعطوا له عمر عصبي يناسب العمر تاعو الزماني. بالنسبه مثلا نقولوا بلي هذا لازم نخدمه في عمره، العمر العصبي تاعو 6 اشهر وعمره الزماني 12 شهر، لازم نخدمه بنسبه 200% باش يلحق التوافق العصبي الزماني. اذا كان نفسه راح نروحوا معه بطريقه اكثر تبسيطا على حسب المهاره اللي لازم يكتسبها. لازم نعرفوا بلي عندنا المسار البصري، عندنا المسار السمعي، عندنا الحركه، عندنا اللمس، يعني عندنا عده اشياء الطفل لازم نراعوا فيها انه يتطور فيها، مش متى وليدي راهو يجري خلاص يتم راهو كلش مليح. لازم نعرف بلي راهو يجري، يتعرف على الاشياء قدامه، يتقن الكلمات المزدوجه. مثلا نقول له اعطيني ماما، اعطيني هذاك الشيء نسميه له الشيء وراه كي يروح يجيبه لي معناتها راهو احسن. ماشي لازم انا ندير له كلش، نخلوه يشرك معايا في المنزل. مثلا في منهج المونتيسوري نقدروا نلقاو ادوات بسيطه نلقاوها في المنزل مثل هديه، نعطي له انا راني نخدم في الكوزينه، ونحط وليدي ذو 2 أو 3 سنوات قدامي، لازم نعرف بلي ما كاين حتى حاجه دونجي قدامه، ونعطي له مثلا انا راني نخدم له، نقول له ماما ارفد لي هذيك اللي راهي حاجه في الارض، واش ندير؟ نحكم اوراق ولا نخليه هو يكتسب. كي راهو يستعمل راهو ينمي المهاره ديالو. انت تحدثتي على نقطه مهمه، احيانا ربما نطفيو في الطفل امور ربما شعله، ولا مثلا بالك الطفل يحب يساعد الوالده تاعو، بالك البنت تحب تدخل للمطبخ مع الام تاعها، لما تكون صغيره تحاوزها ما تخليهاش تدخل، ولما تكبر تقول لك يعني كبيره وما تعاونيش في الشغل. تمام. هنايا واش راح يكون؟ لو نتبع المنهج المونتيسوري عندنا الحياه العمليه في المونتيسوري. الحياه العمليه انه نعلم الطفل تاعي كيفاش يقفل الازرار تاعو، كيفاش يعني ناخذ هديه كمثال. هنايا هذه انسبيراسيون مونتيسوري، بصح تفيدنا انه نعلموهم مثل هذه الاشياء، هذه ما تاع قفله، لا فيرميتور، من هذو كامل امور موجوده في كل بيت، نخلو الطفل ديالي يتعلمهم. هذو ما كيخلوه يتعلمهم، يتعلم يعني هنا راهو يطور في المهارات الدقيقه، يعني في الاداء الدقيقه ديالو، وراهو يتعلم يعاونني هو. ما انا ما نحقوش انه يعاونني، لازم الامهات يفهموا حاجه، الاطفال هاد الصغار مش هيخدم لك هو الشغل، انت راح تمنحيه. هنايا يمكن كاين سؤال عاطفي شويه نسالوا للامهات، وكأم دائما نسال روحي، لو قدر الله عز وجل وتوفات الام واش راح تخلي للطفل تاعها؟ نشوفوا بلي كاين امهات توفى ولادهم شهر، كاين 6 اشهر، كاين سنه، سنتين، كاين باعمار مختلفه. انا لو يقدر الله عز وجل وانا نتوفى واش راح نخلي لوليدي؟ المال راح يفنى، واش راح نخلي له؟ راح نخلي له الحب اللي مديته له، وراح نخلي له الاعتماد على الذات تاعو، انه يعرف يدير الحاجه لروحه. كما يقولوا بالدرجه ما يطيحش اون بان، ما تحقوش يخدم لي حاجه كبيره، مي لي لاسي تاعو يقدر يربطهم، مي جاكيت تاعو يقدر يغلقها، البوني ديالو يقدر يديرو. بصح انا كنقولوا لا لا ما ديرش، لا لا ما تعاوننيش، انا راني نخمم بلي بنتي ما تدخلش معايا ولا وليدي، ما نعطيلوش مثلا انا كما انت مديت مثال تاع الكوزينه، نعطي لها حبه بطاطا نغسلها مليح، نشفها، نقول لها ماما هذه بطاطا، هذه بطاطا، ونقدر نستعين مثلا بالبطاقات تاع بطاطا، ونقول لها بطاطا، ونحط لها قدامها بطاطا، ونعطيها لها وهي في مرة راح تمسها، أولا راح تتعرف عليها عن طريق الشك، أنا راني نخدم في شغلي في الكوزينة، وهي راهي فلاشاز تاعها، ولا راهي قاعدة في بيئة آمنة، يعني كاين دوكا كاين دي باغيير، كاين بزاف التاويل اللي باش الطفل ديالي يكون في مأمن. إذا ما كان عندي والو في الأرض وما كانش فرن ولا، مع أنه ما نفضلش الأرض في الكوزينة، بصح كل وحدة والظروف تاعها، يعني أنه فقط يكون هي أنا راني نغسل في المعان، وعيني راهي على بنتي ولا على الولد ديالي، هو راهو يكتشف أو يبني خلية. كي يرسم البطاطا في راسه يرسمها صح بالشم تاعها بالذوق تاعها، يقدر يعدها بالملمس تاعها بالمنظر ديالها بالكلمه تاعها.
أن نكون عرضتهم عليه يتعرف عليها. فهمتني؟ يعني هنا طفل إذا كان عاجز، كما كاين واحد العبارة انتشرت مؤخرا، لا تنتجوا معاقين في بيوتكم، إنتاج المعاقين في البيوت. إنتاج المعاقين في البيوت مش هو اللي عنده إعاقة حركية، لأنه هذوك ذوي الاحتياجات الخاصة هم نعمة من عند الله عز وجل، رغم كل تحديات الأمهات. وبين قوسين أنا وجه تحية لكل أمهات الحالات الخاصة يعني، وإن شاء الله ربي يقويهم ويعطي لهم القوة، ورانا هنا باش نعاونوهم. نعاود نقولوا هنايا هذا المعاق هذا اللي رانا ننتجوه هنايا، هو اللي ما نقولوا له ما نقولولوش احمل، قلنا مقبل دستور البيت. دستور البيت يقول انه كي يدخل اي واحد اكرمك الله ينحي الحذاء تاعو ويحطه في المكان ديالو، يرفض لابونتوف تاعو ولا البليغه تاعو ولا واش باش ما قالوا كل جهه كيفاش يسموها، يرفدها ويلبسها ويدور بها في الدار. ما كاش انه يدور لي بالصباط تاعو في المنزل، يدخل ينحي. هذوما الامور اذا كان الطفل نشا عليهم. واليوم يعني مع تطور الامور يعني اليوم كاين الهوفر الاسبيراتور، كاين نخلي الطفل يعني هذه امور لا 8 سنين 7 سنين لا يعني يستعمل. لا الطفل ديالي يدخل من برا ينحي لي الحذاء تاعو، لانه راح يولي تعب للام. بين قوسين الام اللي راح تمارس التربيه الايجابيه او التربيه الحديثه او التربيه السليمه راح تلقى انتقاد من المجتمع، راح يولي يقول لها هكذا راك يجي يحتيه. صح باش نعرفوا لازم نعرفوا بلي راهي تستعمل ثاني الطريقه السليمه الصحيحه. على بها نقول لهم انا مرحبا بكم في الملتقى ان شاء الله نتلاقاو فيه. لكن في هذه النقطه صح. فقط اذا شاركاتوا يعني في الشغل مازال، مثلا اذا نحيت حوايجك انت تعاود تطبقهم تتعاود تعلقهم، اذا نحيت امر يعني ايجابي حتى تخليه يعتمد على نفسه. طبعا طبعا هذا واش راني نقول لك، يعني اذا هو نحى اكرمك الله الحذاء تاعو وحطه في المكان تاعو، ما نقولش صغير خليه يدور به في المنزل. ومادا ساهل انا هذا واش يعني اعتذر هذا واش فهمت من عندك؟ لا انا قلت لك انه يعني اذا كانت مثلا الامور سهله الان في الشغل، يعني كاين لاسبيراتو الان كاين واسمه، ما بغيت تعطي للطفله البالي وتقولها بالي امر حتى لو اني كملت شغلي خلاص كملته، نشري بالي صغير دوكا يعني في السوق متوفر كلش، نشري واحد غاز صغير واحد بلوسيال مثلا الاولاد كل واحد يدير الغرفه ديالو، اذا كانت غرفه مشتركه تخدموا كامل كيف كيف. ماذا نمشي انا عاود خدمتي بصح هما يخدموا، نهضوا الصباح هما يسقموا فراشهم. هاد الامور تاع الحياه العمليه اللي يتعلموها من الصغر، سنتين سنتين ينوض ونقولوا ارفد اللعبه تاعك ماما لعبنا، هاي نجمعوا الادوات تاعنا نجمعوهم كيف كيف نجمعوهم كيف كيف. هادو هما الامور اللي حبينا انه ندعو الامهات. الحمد لله هاد النادي صناع الاجيال اللي موجود في الجزائر العاصمه موجود في عده ولايات واحد اخرين، وندعو الامهات انهم يتواصلوا معنا. يعني في الصفحه عندي صفحه شخصيه تاع اسماء محمد ابراهيمي اللي هو الاسم ديالي، يقدروا يجوا باش يوجهوا في الفيسبوك. عطينا صفحه الاستاذه يلا عطاتها لكم اسماء محمد ابراهيمي باللغه العربيه. اسماء محمد ابراهيمي، ابراهيمي بلا الف، ومحمد هو اعتزازا بالانتماء للوالدين اللي كان عندهم فضل كبير، لانه نفخر بانهم مارسوا معنا التربيه الايجابيه وانهم مارسوا معنا تعليم مبكر. احنا من الاشخاص في المنزل اللي الحمد لله تلقينا تعليم مبكر، ومن نتائج التعليم المبكر راح تلقاوها مع الاولاد تاعكم انهم ما يكونوش عندهم صعوبات في التعلم، ما يكونش عندهم كيفاش نقولوا الثقه هذيك مع الاستاذ. قد ما يتغير الاستاذ ياك ماما ياك انت تعرفها، اهم شيء كانوا يديروه لما يتعرضوا مع يعني صدامات مع اساتذه او كذا، يقول لك انت ما راكش تتعلم، انت علاش راك حاب تتعلم؟ مثلا احنا البنات جميعا يقولون خرجوا طبيبه، البنات كاملين يقولون خرجوا طبيبه ولا نخرج استاذه، والاولاد يخرج بوليسي ولا يخرج طيار. يقولوا لك راك حاب تخرج، يعني احنا في المنزل تقول له ماما كراك حاب تخرج طيار، اسكو تخلي هذا الاستاذ يمنعك؟ هو راه يعاون فيك، انت ادي المعلومه من عنده احترمه باسكو هو يعلمك. بابا يقول لك لا الاستاذ تاعك تحترمه، راه يمد لك حاجه تسحقها باش تلحق الهدف تاعك، بالتالي تولي تشوف الاستاذ تاعك بطريقه مختلفه. هذه من نتائج الاكيد. نشكر كثير الاستاذ اسماء ابراهيمي يعني على كل هذه النصائح اللي نتمنى ان شاء الله الاولياء استفادوا منها. فقط اخر سؤال يعني لام، يعني من كتابتها عرفت انها راهي مقهوره، عندها ابنها في عمر 14 سنه يدرس سنه رابعه متوسط، عنده مسابقه ما بين المدارس في الرياضه، هو حاب يشارك لكن الوالد تاعه ما خلاهش يشارك، وعنده سنه هو ينتظر في هذه المسابقه، وهي حابه تنصحيها يعني واش تعمل؟ هنا ننصحها انه تحط الزوج تاعها، لانه مش ممكن تكون
بطريقة تربوية صحيحة بلا ما الزوج يشاركك. يعني لو اليوم أنا ما ساندنيش الزوج ديالي، ما نقدرش أنا نقدم لوليدي علم صحيح، ما نقدرش نديرو تربية سليمة، ما نقدرش ندعي الأم أنها تمارس صح. روحي للزوج ديالك، أعطي له مقاطع مثلا من اليوتيوب تاع أشخاص ناجحين، قولي له أنت علاش ما راكش حبو يشارك، علاش ما راكش حابو يشارك. انا ندعوك انه ايها الاب اذا راك تسمع ناقش الام ديالو، خلو حاولوا انه ما تشوفش بلي باسكو انت ما شاركتش ولا والديك ما خلاوكش، لا لا هو ما يشاركش. اذا راك تهضر على البيع اللي راح يجوزو، باسكو جينيرالمون يقول لك مادام ما عندوش الوقت، لا لا الطفل اذا عطينا له تحفيز عطينا له ايجاب راح يمد لنا اكثر. لازم نعرفوا بلي البيئه الايجابيه تعطينا نتائج افضل، البيئه اللي تكتم والسلبيه راح تضغط لنا على الطفل تاعي. هنا لازم الوالد ديالو يفهموا علاش اذا كان عنده منظور صحيح انه ما يشاركش، مع انه المسابقه ما بين المتوسطات وحاجه تربويه اكيد راح يكون فيها ايجابيات وراح تحفزه بصح تعطي له